من المنتظر أن يواجه المنتخب المغربي منتخب إفريقيا الوسطى برسم الجولة الثالثة من تصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025. وقررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إجراء هذه المواجهة على أرضية الملعب الشرفي في وجدة خلال الفترة ما بين 7 و 15 أكتوبر المقبل. لإشراف المنتخب المغربي سيواجهه يوم الاثنين منتخب ليسوتو على أرضية ملعب أكادير الكبير انطلاقا من الساعة 8 مساء. قدم لاعب ريال مدريد دعم لابراهيم دياز وذلك في ظل التألق ديالو مع المنتخب المغربي امام الغابون في تصفية كأس أمم أفريقيا. عقب كل من مبابي اندريك فينيسيوس وبيلينغهام على منشور النجم المغربي من اللقاء الذي استطاع ان يسجل فيه هدفان من رباعية ديال فوز المنتخب ديال المغربي. وقد نجح ابراهيم دياز في تسجيل هدفه الاول رفقة المنتخب المغربي في المباراة التي جمعت هذا الاخير بالنظير الغابوني لحساب الجولة الاولى من تصفية كأس أمم أفريقيا المغرب 2025. وسجل لاعب ريال مدريد هدف المنتخب المغربي الأول والثالث أمام الغابون في الدقيقة 59 عن طريق تسديدة قوية أسكنها الشباك. يشار إلى أن أسود أطلس تغلبوا على منتخب الغابون 4-1 في المباراة التي جمعتهم يوم الجمعة على ملعب أكادير الكبير في أول جولة تصفيات البطولة الإفريقية. جدير بالذكر أن المنتخب المغربي ضامن تواجده بشكل مباشر في كأس أمم أفريقيا المقبلة كمستضيف والتي ستنظمها المملكة يوم عام 2025. يعتبر الناخب الوطني ودر كراكي أن بعض انتقادات الجماهير بخصوص المنتخب المغربي رغم فوزه ضد النظير الغابوني 4-1 لحساب الجولة الأولى من تصفية كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 غير مفهومة. وقال كراكي في الندوة الصحفية التي تلت اللقاء: رغم فوزنا في المباراة بالنتيجة 4-1 لا زلتم ترون كل شيء بشكل سلبي. تابعت أكبر المنتخبات في إفريقيا كلها فازت بنتيجة 1-0 أو 2-1 أو تعادلت. لقد تمكننا من الفوز بنتيجة ديال 4-1 و6-0 في مباراة شهر يونيو. رغم ذلك لازلنا خائفين وأنا عمل لي هو أن أجعلكم غير خائفين وتنتظرنا سنة ونصف من العمل. قمنا بتغييرات في الدفاع وجربنا عبقار. من قبل كنتم تقولون أن المنتخب يدافع فقط والآن تقول لنا إنه يهاجم كثيرا. عندما أتجه صوب اليمين تتجهون أنتم نحو اليسار والعكس صحيح. صحيح أنه تركنا مجموعة من الفرص تمر على مستوى الخط الدفاعي إلى أن هذا الجانب نقوم ببنائه رفقة مجموعة من اللاعبين الجدد. نفى ويدر كراكي أن يكون هناك مشكل بين حكيم زياش وإبراهيم دياز وذلك بعد أن طلب الثاني تسديد ركلة الجزاء ضد الغابون إلى أن لاعب غلطة ساري رفض أن يمنحه الكرة. وقال الناخب الوطني في الندوة الصحفية التي تلت اللقاء: لا يوجد مشكل بين اللاعبين زياش أو دياز. ما لا أحبه هو أنه حينما يحدث نفس الشيء في الأندية الأوروبية يبدو لكم ذلك شيء عادي مثل ما حدث في باريس سان جيرمان مع نيمار ومبابي. هذه أشياء عادية في الفرق الكبيرة بحكم تواجد أسماء تلعب في أندية كبيرة. هذه الأمور تحدث في الملعب وهم أبطال ولا توجد مشكلة في أن يلعب مع البعض. والآن علينا أن نجد التوازن ليلعب هؤلاء النجوم مع بعضهم البعض. قبل أن يوجه رسالة للاعبين، إذا حدث في يوم من الأيام أن كان هناك لاعبين يرفضون الدخول في هذا المشروع ولا شيء واحد حس أن المنتخب ديالو، فلا تقلقوا سأتدخل في الوقت المناسب لاتخاذ القرارات. أتمنى أن نفوز دائما بنتيجة 6 ديال الأهداف أو 4 وتبقى هذه المشاكل. يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم منتخب لوسوتو يوم الاثنين المقبل بمركب أكادير الكبير ضمن الجولة الثانية من تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقررة بالمغرب 2025. ومن المقرر أن يجري الناخب الوطني ويدر كراكي مجموعة من التغييرات على التشكيلة الأساسية التي خاضت أمس الجمعة مباراة الغابون. ويرغب كراكي في منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين وتجريب مجموعة من الخطط بحثا عن إيجاد تشكيلة مناسبة استعدادا للاستحقاقات المقبلة. وكان زملاء حكيم زياش قد حققوا فوزا كبيرا أمام منتخب الغابون بنتيجة 4-1 يوم الجمعة. ومن المقرر أن يبدأ لاعبو المنتخب الوطني يوم السبت استعداداتهم للمواجهة أمام لسوتو لحساب تصفيات الكان. تحدث الناخب الوطني ودر كراكي عن غياب آدم أزنو عن مباراة المنتخب المغربي ضد الغابون لحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا المغرب 2025. وقال الناخب الوطني في الندوة الصحفية التي عقبت المباراة: أزنو جاء ليكتشف المجموعة لأول مرة، ممكن أن تراه في التشكيلة وممكن لا، لكن الأهم هو التطور ديالو مع المجموعة.
من الأفضل في هذه المرحلة أن يدخل في مباريات معينة، لا زال صغيرا لديه فقط 18 سنة ولم يبدأ بعد بشكل أساسي في مباراة رسمية، ونرى أن لديه مستقبل كبير ولكن يجب أن نذهب معه خطوة بخطوة. وقال عملي كمدرب هو حمايته، يجب أولا أن يعيش أجواء كرة القدم المغربية ويتدرب مع لاعبين في مستوى عالمي، وممكن أن يلعب أزنو يوم الاثنين أو أن يكون في دكة البدلاء. يشار إلى أن أركراكي استبعد أزنو من لائحة المنتخب المغربي التي خاضت المباراة ضد الغابون، حيث اكتفى اللاعب بايرن ميونخ بمتابعة لقاء من المدرجات.